So, شكرا جزيلا. الأول عايزة أقدم نفسي. أنا فاطمة المهلمي 65 سنة. أنا بشكركم إن أنا أكبر واحدة كلهم بينادوني يا طنط، فمش عارفة أخد دي مجاملة ولا حاجة مش حلوة قوي. بس أنا اتعلمت منهم كتير، ده على فكرة مش حديثي لسه. اتعلمت منهم كتير واتعلمت إن مفيش سن الياس، فده أهم درس خدته النهاردة. واتعلمت برضو إنه مفيش حدود للأحلام. أنا قبل ما أبدأ حديثي معاكم النهاردة عايزة أقول لكم إن أنا عشان أحضر الحديث ده سألت بعض صديقاتي اللي قاعدين هنا إيه أهم مشاكل المرأة المصرية في مصر النهاردة. أنا الحقيقة اتفاجأت إن على رأس القائمة مشكلتين: التحرش الجنسي وتأخر سن الزواج. أنا ليه اتفاجأت؟ لأن لقيت ما بين المشكلتين دول شيء مشترك، بس ده مش موضوع حديثنا النهاردة. أنا ما بصغرش من المشكلتين دول، بس هنفترض جدلاً إن إحنا طلعنا من القاعة دي النهاردة وبمعجزة إلهية لقينا التحرش الجنسي انتهى، وأنا هفترض جدلاً كمان إن معجزة إلهية أكتر كل البنات اللي نفسهم يتجوزوا بالذات غادة اتجوزوا. هل ده أنهى مشاكل المرأة في مصر؟ أنا برضو هقول لأ. ليه هقول لأ؟ لأن أنا سبت مصر من مدة طويلة، ولكن المشاكل اللي كنت بعاني فيها في مصر كمرأة مصرية بشوفها لسه ما زالت موجودة لغاية النهاردة. أنا كنت بعاني إن أنا مش عارفة أحدد دوري كمرأة مصرية، ولكن عايشة الدور اللي المجتمع رسمهولي. أنا بسميه عايشة أسيرة للحديث الصامت. وقبل ما أبدأ معاكم رحلتي مع الحديث الصامت، عايزاكم كده تتخيلوا إن واحدة ماشية في الشارع وواحد تحرش بها جنسياً وجريت واستخبت، لكن جوه مخها عمالة تقول أنا كان مفروض كنت ضربته بالقلم، أنا كنت مفروض صوتت ولميت عليه الناس، أنا كان مفروض ومفروض ومفروض، ولكن لا إيدها اترفعت ولا صوتها طلع واكتفت بالحديث الصامت. أنا أول رحلتي مع الحديث الصامت أو أول عهدي بيه كان سنة 1958، كان وقتها عمري 10 سنين. يعني أنا مولودة من أيام من قبل اختراع التلفزيون، ده حقيقي، من أيام التليفون أبو مانيفيلا، فاكرينه؟ بيطلع في الأفلام القديمة. كنت وقتها وأنا صغيرة باخد دروس باليه، وكنت شاطرة فيه قوي، وكان أهلي فرحانين بيا قوي، وبيندهوني في الأفراح والحفلات وأعياد الميلاد، يشغلوا الموسيقى الكلاسيك، وأنا هوريكم شوية باليه طبعًا مش هتصدقوا ها، عشان الكتاب ما بيبانش من عنوانه، كنت بعمل كده، ويسقفوا لي وكله فرحان. جت سنة 1958 وزارة الثقافة في ذاك الوقت أعلنت عن مسابقة لاختيار 35 بنت من مدارس الباليه الخاصة ليكونوا نواة لمعهد الباليه المصري الجديد. أنا طبعاً فرحت جداً، لذا قربني من حلمي إن أنا أبقى راقصة باليه. ولكن اجتمعوا الكبار وأصدروا قرارات سيادية، حيثيتها بنات العائلات ما يرقصوش، انت عايزه تفضحينا، انت بجد عايزه تطلعي رقاصه. واهم قرار فيهم مفيش دروس باليه من هنا ورايح. انا الحقيقه اتفاجئت ووقفت اعيط، وجوايا ابتدى حديث صامت. لما الباليه وحش كده ليه كنتوا بتدوني دروس؟ لما الباليه وحش كده ليه كنتوا بتشجعوني؟ ليه كنتوا بتسقفولي؟ ولكن ولا صوتي طلع ولا عملت حاجة، واستسلمت للقرار واكتفيت بالحديث الصامت. فات 10 سنين أو أكتر، دلوقتي وصلنا لسنة 1969. كنت وقتها بقى خلاص أخطأت الطريق، وبدل ما أطلع رقاصة طلعت مهندسة. جت أول شغلانة ليا في مصلحة من المصالح الحكومية
اللي بتصدر التراخيص. وما أدراك ما التراخيص؟ اللي بتشوفوه في الأفلام عن التراخيص ده أقل من الحقيقة. كان شغلتي باختصار إن أنا أنزل أفتش على المنشآت، أشوفها مطابقة للمواصفات ولا لأ، ولو غير مطابقة للوصفات بنحرر مخالفات، والمحل أو المنشأة يعرض للغلق أو سحب الرخصة، والأماكن اللي مطابقة للمواصفات خلاص. وكنت بقى طبعا مهندسة صغيرة بقى فرحانة بشبابي حق في المحلات وبتاع، مبسوطة قوي وبشتغل بذمة جدا. وجيت يوم من الأيام قاعدة في مكتبي ودخلوا عليا راجل محترم، سوري شكله محترم، وحط ظرف على مكتبي وحط ايده على الظرف وقال لي يا باشمهندسة احنا ما رضيناش زعلك. فانا منتهزه زي طبعا بصيت له كده، قلت له ايه ده، هو انت ازلت المخالفات؟ قال لي يا باشمهندسة مخالفات ايه، دي كلها حاجات بسيطه، انت ما رضيكيش وقف العيش. فساعتها ادركت ان هو بيحاول يعرض عليا رشوه، فطردته بالمكتب. المشهد ده بقى اتكرر اكتر من مره. وبعد فتره جه زميل ليا مهندس برضو اقدم مني بثلاث اربع سنين كده، جاب كرسي وقعد جنبي كده على استحياء وقال يا فاطمه انت ايه وش البهدله دي، ايه اللي ينزلك عند الناس دي، ما بلاش انا اخد المنطقه بتاعتك افتش عليها وانت خليكي اكتفي بالعمل المكتبي. ابتدى جوايا تاني حديث صامت بيقول انا عارفه ان انت نازل عشان تاخد الرشاوي اللي انا برفضها وعامل نفسك انك جاي بتخدمني، انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان مصلحتك، فين امانتك المهنيه؟ وبقى شتايم تانيه كده مش هقولها معاكم. وبعدين بس بدل ما اعمل كده واواجهه بالكلام ده شكرته على العرض وقبلت العرض واكتفيت بالحديث الصامت. عشر سنين كمان وصلنا 1979، دخل علي ابني من المدرسة قال لي يا مامي المدرس بيقول ما ينفعش تلعب مع رامي. قلت له ليه يا حبيبي، انت ورامي صحاب من وانتوا صغيرين، هو انتوا اتخانقتوا؟ قال لي لا يا مامي ما اتخانقناش ولا حاجة، أنا بحب رامي ورامي بيحبني قوي، بس المدرس بيقول أنت مسلم ورامي مسيحي وحرام إن أنت تلعب معي، هو ده حرام يا مامي؟ أنا سكت شوية وكل قلت له إيه الكلام الفارغ ده، طبعا ولا حرام ولا حاجة. قال لي يعني أنت يا مامي هتروحي تكلمي المدرس؟ قلت له لا يا حبيبي أكلم المدرس إيه، ما تزعلش المدرس منك، ابقى العب بقى مع رامي في النادي. جوايا الحديث الصامت المرة دي كان أعلى شوية، بيقول لي إيه اللامبالاة اللي أنت عايشة فيها دي، أنت بتربي ابنك على إيه بالظبط؟ ده بدل ما تروحي وتاخدي موقف وتروحي تشتكي المدرس عشان بيربي الولاد على مفاهيم دينية خاطئة، ولكن لا رحت ولا اتكلمت ولا عملت حاجة واكتفيت بالحديث الصامت. فضلت الأحاديث الصامتة دي كتير 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 بقى في دماغي، كبرت العشر سنين اللي بعديهم وصلنا 1989. من كتر الأحاديث الصامتة دي حسيت إن خلقت فجوة ما بيني وبين المجتمع، حسيت إني خلاص مش قادرة أعيش في مصر، حسيت إني مش قادرة غريبة وسط أهلي وناسي وفي بلدي، فهجرنا لكندا. استقرينا في كندا سنة 1990. أنا شايفة كده كل الإيج جروب صغير، فسنة 1990 دي كانت حرب الكويت العراق اللي منكم يتذكرها، وكان صدام حسين في وسائل الإعلام بيتكلموا عليه على إنه هو طبعاً القاتل لشعبه واللي هيدمر العالم بأسلحة الدمار الشامل. في ليلة من ليالي سبتمبر 1990 دخل علي ابني حسين وكان وقتها عمره 6 سنين وقال لي يا مامي أنا مش عايزة أروح المدرسة تاني. ليه يا حبيبي؟ قال لي يا مامي الولاد مش عايزين يلعبوا معايا عشان أنا لوني بني، وعشان بيقولوا إن اسمي وحش عشان اسمي حسين. أنا المرة دي سكت
وسكت مدة طويلة قوي. قلت ده ذنب رامي اللي أنا ما دفعتش عن حقه. حسين ابني النهاردة هو رامي كندا. كفاية بقى. سبت المكان وجبت معايا الإنسان. وآدي الحديث الصامت رجع تاني. شرقت، غربت، بعت. طول ما الإنسان هو الإنسان هفضل أسيرة للحديث الصامت. أنا الأوان إن أكسر أسر الحديث الصامت. كفاية، كفاية، كفاية. أنا الأوان إن أعمل حاجة وفعل الطاقة اللي جوايا. مش هخذل حسين زي ما خذلت رامي قبله. وفعلا ليلتها قعدت مع حسين وعملنا عرض برزنتيشن يتكلم على مصر وليه هو لونه بني وعلى قيمة اسمه وتاريخه في الإسلام. وكلمت المدرسة وطلبت منها إنه هو يقدم العرض ده للفصل بتاعه. وحصل فعلا. وبعض أهالي الأطفال كلموني شكروني على إن علمت أولادهم أول درس في قيمة التنوع والاختلاف الإنساني. الليلة دي من ليالي سبتمبر 1990 عرفتني على نفسي. فجرت جوايا طاقة ما كنتش أصلاً أعرف إنها موجودة. غيرتني للأبد. مش بس غيرتني أنا. خلت ابني عنده اعتزاز بنفسه وبأصوله. ويمكن كمان غيرت بعض الأولاد وأهليهم لأنهم حسوا بقيمة التنوع والاختلاف الإنساني. الليلة دي من ليالي سبتمبر 1990 فجرت طاقات بقت أكبر مني وأكبر من عيلتي. وابتديت أشتغل في مشروع ورا مشروع ورا مشروع. أكن في الليلة دي من ليالي سبتمبر 1990 رمينا طوبة صغيرة في بركة راكدة وكونت حلقة ورا حلقة ورا حلقة ورا حلقة ويمكن كمان عملت موج في البحر. يناير 2011 زي كل المصريين في الخارج لازقين في التلفزيون بنتابع الأحداث والتطورات في مصر. ولما سمعنا الثوار بينادوا بصوت عالي المطالب بتاعتهم وبيكسروا أسر مصر للحديث الصامت سمعت المطالبهم: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. قلت جايز المطالب دي فيها بعد سياسي لكن هي في حقيقتها ومضمونها مطالب اجتماعية. أنا يمكن ما نزلتش الميدان ولا قدمت ولد من ولادي شهيد ولا فقدت نور عيني ولكن أنا هقدر أساهم مساهمة بسيطة في تحقيق مطالب الثوار لسعادة الإنسان المصري لكرامته الإنسانية بإني أعمل عمل اجتماعي منهجي متواصل جوه مصر. ولإني عارفة إن تجربتي علمتني إنه ليس بالدساتير وحدها يتم التغيير لأن كندا جوه دستورها أعظم وثيقة لحقوق الإنسان في العالم ولكن ما حمتش ابني ولا غيره من الاضطهاد. اللي حمى ابني وغيره من الاضطهاد هو عملنا المنهجي المتواصل لتغيير المفاهيم الخاطئة. ولأن لا حرية مع الفقر ولا كرامة مع الفقر أيضا ولا مع الجهل عملنا مشروع صغير جزء منه توعية والجزء الآخر منه خلق فرص عمل عن طريق القروض الصغيرة. المشروع ده حقق نتائج إيجابية وفعلا بيه بعض الناس استعادوا كرامتهم الإنسانية. فبقول المشروع اللي عملناه في مصر ده حقق نتائج إيجابية ومع ذلك لسه لغاية النهاردة في ناس بتقولي هو أنت هتغيري الكون دول 80 مليون. أنا بقول لا أنا مش هغير الكون. 90 كويس 90 أنا مش هغير الكون. أنا هغير على قد ما أقدر إن شاء الله غير شخص واحد بس لأن أنا واثقة لو كل واحدة فينا كسرت أسر الحديث الصامت اللي جواها وغيرت نفسها أولا وغيرت شخص واحد معاها مش بس هنغير 80 مليون هنغير الكون. أنا جدتي أخيرا كانت دايما بتدعي لي ربنا ينور لك طريقك. أنا عايزة أقول إن دعوة جدتي ليا أخيرا استجابت. كل مرة بمسك شمعة أنور بيها طريق واحد بنور بيها طريقي معاه
وبينور جوه قلبي 100 شمعة. ربنا ينور لكم طريقكم. شكرا.